محمد ابراهيم صالح خليل عبد الرحمن مصلح نفكر صورة يعني لما تعد ما شاء الله. طب العيلة؟ نعم العيلة سرابطة. نرجع للعجور، لما طلعتوا من عجور قديش كان عدد سكانها تقريبا؟ واحد والله لا إله إلا الله. عجور احنا هذه بلدنا الأساس، بلد هذه معركة الجنيدين في عجور. عجور هذه معركة الجنيدين فيها وحتى الله لا إله إلا الله. لكن اللي طلعوا من البحر لحد عجور بالملايين الناس شاردين، والله ما طخينا على اليهود طلقة واحدة، ما شفنا اليهود ولا شافونا اليهود. نعم اليهود شو بقوا سووا؟ تل الصافي أعلى بلد هان، في كوبانية اسمها كفار مناخن، في بين 200 قرية اللي حواليها تحشي اليهود في الليل يسمعوا على بعضهم ويطلعون يجونك وانت خابر أخذوا البلاد ليش؟ في المعركة اللي صارت صرت تنسى الحين هذا بعرفها وهجت العالم. انتوا وين بقيتوا ساكنين في البلد؟ في نصها طرفها شرقها؟ احنا كنا في اولها من غربها على لشامة يعني في هالزاوية. تمام حتى الله لا اله الا الله. مضافي كان عندكم مضافي؟ كان مضافي. مضافي ايش مضافات للحمايل، لكل حمولة لها مضافي. طيب في مسجد كان؟ في الشيخ منصور. مسجد الشيخ منصور؟ مسجد الشيخ منصور فيه ثلاث شجرات هذولا فلفل بري. نعم شجرهان وشجرهان وشجرهان ومعرشات على كل الساحة اللي فيها الشيخ منصور. مين إمام الجامع؟ إمام الجامع واحد اسمه الشيخ محمود. الشيخ محمود. والمؤذن بقى في مؤذن؟ مين؟ واحد اسمه خليل العرب. يعني الإنجليز سحب من المخيم من المعسكرات لما راحت انتصرت ألمانيا أرشنوا كل هالسلاحة وحطوه في خلدة، وطب كان فزعنا على خلدة بدنا نذبح اليهود، وأنا كان معاي 10 فشكات مصدي السلاح اللي كان في وادي الصرار هذا ما هو انحشر هان، هان الإنجليز اللي بدي يحاربونه، اليهود ما بطخوا، اليهود همل والله ما بستجري يتطلع وراه. طلعتوا من عجور، وين رحتوا بعد عجور وانتم طالعين؟ طلعنا على بيتولة. بيتولة قعدتوا فيها؟ والله شوي بس اهل بلدنا ظلوا واخوتي من ابوي ظلوا لا الحين. وبعد بيتولة؟ بعد بيتولة احنا اجيتوا هان؟ جينا على العروب. على العروب ها؟ وعلى الغور على ريحة العوجة وعلى ريحة، قعدنا بطلع 5-6 شهور صار يطلعنا العقارب من الارض علينا. والله قرص البنت لابن اختي وماتت. هسه لو صحت لك اجت لك فرصه وترجع لمسقط راسك وبلدك ترجع؟ على مغلس. على مغلس يا وردي. ان احنا بالذات يمكن في 1000 دلم، ان احنا لحالنا يا دار يا الاولاد هذول يمكن في 1000 اكثر. يعني ما مش ناسيها بترجع؟ ها ما بتنساها؟ انا بنساها